بحضور عدد من النجوم أقيم بصالة السفرة بكازينو لبنان حفل يعود ريعه لفوج إطفاء بيروت، وبحضور محافظ بيروت وحشد من الإعلاميين يلي تحدثوا لتلفزيون لبنان. رسالة لبنان أكبر من الأشخاص وأكبر من السياسيين، هي رسالة خالدة، ولبنان باقي وما حدا يعطي الهم بوجود هيك رجال وهيك شباب ما عتلنين هم. فالفوج ودفاع المدني هن شيء أساسي، ونحن كمان عناصر متطوعين دفاع مدني. نحن كلنا ما نجرب ندعم هالشيء، وكلنا واقفين حده، ولنشوف قد ما فينا نعطي. أكيد ما نعطي. أكيد مشاركتنا اليوم هي دعم لفوج الإطفاء، والله يعطيهم ألف عافية. بالنهاية دور الدولة غايب. بدي حيي كل القيمين على الحفل الحلو، لأنه اليوم بتصور كان هذه وجبات أكثر الدولة عنا. أنا برأيي فوج الإطفاء كان بده دعم حتى قبل الانفجار، وإجا الانفجار وضوى هذا الموضوع قديه فوج الإطفاء بخاطر بحاله ببلاش. نحن بنعرف قديش رحلهم ضحايا لفوج الإطفاء، وإن شاء الله تتحقق العدالة ما يكونوا كمان راحوا ببلاش. للأسف عم بيلعبوا بالتحقيق وعم بيأخروا التحقيق قد ما فيهم تيكون كمان موتهم صدى. أكيد المفروض هيدا الإيفنت كلنا ندعموه، يكون في فاندريزنج مش بس بهيدا الإيفنت، على طول مستمر من قبل كل حدا لبناني عنده حس بالوطنية. كرمت جمعية سول عدد من الإعلاميين والفنانين يلي تحدثوا أيضا لتلفزيون لبنان. والشعب، الثورات والنشاطات والجمعيات، شقف 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 شقف. في نص من 100% من اللبنانيين جعانين، ونصهم بخانق النص الثاني. لبنان منه أوتيل خدمته سيئة بهيد بالوقت الحاضر، بنتركه ساعة البدنة وبنجي ساعة البدنة. لبنان هو وطن. بقول لهم الله يوفقكم، بس ما تنسوا بلدكم وبلد الأم، وما تنسوا أنه تبعتوا لأهليكم، لأنه نحن بظروف كتير سيئة. عندي تمني، لأنه بقيسة على حالي، أنه مش عيب نروح لبرا، شرط أنه نرجع، لأنه وقت نروح نأسس برا ونقوى ونكسب خبرة ويمكن نأمن حالنا، فينا نرجع أقوى على بلدنا تنقدر نخدم هالبلد. أنا بقول أنه ما فينا نعيش بلا بصيص الأمل، والحياة بدها تستمر، وأكيد في أمل، وأكيد من بعد ما يتهدم كتير إشياء بنقدر نرجع نعمر، وما في شيء بيقول أنه ما في عنا أمل. بدعوة من مشاهير العرب احتفلت الليدي مادونا بعيد ميلادها، وكانت كلمة لتلفزيون لبنان حيث استذكر التاريخ بالتلفزيون. تلفزيون لبنان، كل الفنانين العالميين حتى اجوا زاروا تلفزيون لبنان، واللبنانية كلهم الفنانين طلقوا من تلفزيون لبنان. أنا بدايتي كنت أنا أعمل حفلات وسهرات بكل المناسبات بالتلفزيون لبنان. يلي ما عنده ماضي ما عنده حاضر، فأنا بوجه تحية لكل يلي موجودين بالتلفزيون لبنان.